لو لم يرفع بتره التي يستحقها وهي القتل هذا مرتد وخارج عن نطاق الاستتابة. واضح أنه على علم بما يقول. هذا يلقى به على مرأة ومسمع من الناس ويقتل مرتدا، لأن هذا يعني ما يقول، وواضح من كلامه أنه مسلم بالبطاقة، البطاقة بتاعته تقول المسلم. إنما هذا الفعل كفري، هذا يستحق ضربة بالسيف في ميدان عام في أقرب وقت، في أقرب وقت، في أقرب وقت، ويعلم هذا الأمر، يتصور ويتذاع على الملأ، الناس كلها تعلم أن لنا قرآنا، أن لنا كلام الله عز وجل نجله ونحترمه، ومن أساء إليه يأخذ عقوبته من الله. لو ترك مثل هذا سيتطاولون أكثر وأكثر، سيتطاولون أضعاف أضعاف ذلك. ده رأيي. فأؤيد كلام فضيلة الشيخ محمود أن هذا الرجل لابد أن يؤتى به سريعا، وأن يكون عبرة لغيره، حتى يعلم الجميع أننا قد أصبحنا في مرحلة جديدة تحترم الإسلام وتظهر شعائر الإسلام وتظهر قدسية القرآن والسنة. فأرى تأييداً لفضل كلام فضل الشيخ، هذا الرجل أصبح مرتداً، لابد وأن يقام عليه الحد علناً أمام الناس. أنا طبعاً بهذا بضيف شيء لإخواني، أنه مش علشان يقتل لابد أن يكون مسلماً وارتد، لا، ده معلوم عندنا الحكم الشرعي أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مزق مصحفاً وأهانه حكمه القتل، سواء كان مسلماً أو غير مسلم. انا هقول لك دلوقتي، انا دلوقتي لو قابلنا اي شخص من دول مهضور دمه، ميتين خلاص. طيب خلونا برضو ما زلنا بنقول ان احنا نعفي نفسنا من هذا العبء ونتخلي الدوله. يا اخي ده دين الله يصلح حالك. ما هو الدين دين. ما هو جزء من الدين يا استاذ، دين فتوى بابنا. المرأة التي ثبت رسول الله اخبر النبي دمه، وهناك عشرة في فتح مكة أهدار من إسماعيل بن تكريمة. أنا الشيخ مش أنت، أنا الشيخ مش أنت، أنا الشيخ، اسمعني لله، فده ما أسرح على وجه. النبي فتح مكة أهدار دم عشرة، قال إيه؟ إن لقيتموهم فاقتلوهم ولو تحت أستار الكعبة. يعني من حق كل من لقيه أن يقتله. أنا أفتي الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي، من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. فهذا الرجل يريد أن يبيد الشعب، فلا أحمي الشعب. أفتي من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة ويريحنا من شره، ويريح ليبيا وشعبها العظيم من شر هذا الرجل ومن خطره، فليفعل. بأن هذا الرجل دمه حلال، دمه حلال لأمرين: من فقه الموازنات ومن فقه المآلات. لا نعرض الشعب كله للخطر من أجل هذا الرجل. من استطاع أن يتقرب إلى الله بقتله فليفعل، ودمه في رقبته. يعني الأسير القائد مخير بين أربعة أمور، فإما من بعد وإما فداء. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان نبينا كله أسرى حتى يثخن في الأرض. ولي الأمر أو القائد إذا خول مخير بين أربعة أمور مع الأسير: إما أن يقتله. صدر تجهيز فتوى حاليا، ولكن يعني الآيات كثيرة، لكن أقرأ لكم حديث واحد رواه الإمام مسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقت يده وثمرت قلبه فليطاعه إن استطاع، فإن شاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إنما اختارته الأمة ببيعة مباشرة متمثلا في الانتخابات الحرة المباشرة في مصر، التي لم ترى مصر مثلها ولم يرى العالم لها مثيلا في مصر. أقول إن الرئيس الشرعي الآن هو الدكتور محمد مرسي، ومن أراد أن يخرج في 24 فهو خارج على ثورة 25 يناير، وهو خارج بجريمتي الحرابة الكبرى والخيانة العظمى، الخيانة العظمى للوطن ولله وللرسول وللمؤمنين. ولذلك أقول لشعب مصر جميعا: الفتوى
قاوموا هؤلاء فإن قاتلوكم فقاتلوا يا شعب مصر، قاوموا هؤلاء فإن قاتلوكم فقاتلوهم، فإن قتلوا بعضكم فبعضكم في الجنة، فإن قتلتموهم فلا دية لهم ودمهم هدر، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا فلماذا يتدخل المجتمع او الدين او القانون من اجل ان يحرمهما من لذة التمتع بجسديهما وهذه اللحظات الحميمية في حياتهما؟ علاش انتما؟ سبحان الله سبحان الله. وقلت له افتري، قلت له ايوا انت اختك دارتها ولا بنتك وكذا، زعما اسمه قايدر يدور في الترجل. انا احترم حريتها، يعني احترم اسمه حرية اخته وزوجته يا بنتو. هذا قال له بغيتها لمرتي راضي وبغيتها لختي. كي سميو هذا الدين؟ كي سميو الديون؟ والديون واش موكل في الشرع؟ اقتلوا من لا غير تالا، الديون حرام عليه الجنه.